خلينا يعني نروح للداخل الإسرائيلي. في الحقيقة صحيفة وول ستريت جورنال عملت تقرير رصدت فيه حالة تدفق كبيرة جدا من الإسرائيليين على شراء الأسلحة. طبعا ده يعني ربما تزامن مع تدهور الشعور في الداخل الإسرائيلي بالأمن. كلمنا عن التفاصيل اللي رصدتها هذه الجريدة. يعني هي بتتحدث عن فكرة انعدام الشعور بالأمن في الداخل الإسرائيلي في الوقت الحالي بعد الأحداث الأخيرة. ده أولا انعكس على أن يعني كل تقريبا المستوطنات المدعومة بغلاف غزة أصبحت فارغة حاليا. انعكس أيضا على أن أعداد يعني من تركوا إسرائيل وصل إلى 350 ألف إسرائيلي غادروا البلاد بالفعل، منهم من طلب اللجوء لدولة البرتغال على سبيل المثال. وبالتالي بدأ يظهر فكر يعني انتشار الأسلحة، لأن حكومة نتنياهو نفسها حسب ما يقول التقرير هي من دعمت هذا الأمر وسلحت المستوطنين ممن يجاوروا يعني المناطق في الضفة الغربية تحت بند الدفاع عن أنفسهم، وده كان بند انخفاض حتى حكومة الرئيس بايدن هنا في الداخل الأمريكي هاجمتها وأصدرت قرار بمنع التأشيرة عن أي مواطن إسرائيلي يثبت أنه اشترك في أعمال عنف ضد يعني أهالينا في الضفة الغربية. وهذا اعتراف أمريكي آخر بأن الأسلحة التي وزعت على المدنيين تم استخدامها بشكل سيء، يعني خرق القانون ووصل إلى التعدي على الأهالي في الضفة الغربية. وبالتالي يعني ترى الصحيفة أن هذا الأمر ربما ينذر بخطر كبير، لأن شعور المواطن الإسرائيلي يعني أكثرهم لديهم أوطان أخرى أو حامية أكثر من جنسية، وبالتالي فرصة خروجهم من إسرائيل تكون كبيرة إذا ما استمر الشعور بعدم الأمان. وهذا ما يغذي فكرة أن هذه الحرب لابد وألا تمتد أكثر من بداية العام المقبل، لأن في هذا خسائر لإسرائيل نفسها، خسائر اقتصادية أو خسائر فكرة الحلم اليهودي أو حلم الدولة اليهودية الذي حاليا يعني ينتفي بخروج الآلاف من إسرائيل إلى الخارج أو العودة إلى بلادهم مرة أخرى.